لتسيير كل المصالح المختلفة. درنا حملة تحسيسية كبيرة من طرف أعوان التجارة تجاه كل المشاركين، أولا لشرح إجراءات المتعلقة بالتصدير، لأنه احنا نتكلم على صالون الإنتاج والتصدير، دونك تم إعلام كل المتعاملين بالفرص والإجراءات والتسهيلات اللي قدمتها الدولة في مجال التصدير، إضافة كذلك إلى التركيز على العلامة التجارية وعلى ليتيكتاج دي برودوي مع أي من الجانب الصحي. تقريبا هذا الشيء اللي يميز هذا الصالون.